السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: اغتيال الناشطين وقتل المتظاهرين، من المستفيد؟ تستمر عمليات التصفية الجسدية التي تنفذها الميليشيات بدعم من القوات الحكومية، مستهدفة بها الناشطين والإعلاميين والحقوقيين وكل من شارك أو يشارك بشكل فعال في المظاهرات أو يكون له دور مؤثر في الثورة. هذه العمليات التي تحدث باستمرار تثير التساؤلات حول الأسباب التي تقود إلى استمرار الاغتيالات على نفس الوتيرة، ولماذا لا تلتفت أحزاب السلطة والمنطقة الخضراء إلى هذه الأرواح التي تزهق بدل التركيز على إعلان قانون انتخابات تشوبه الكثير من العيوب وشخصيات ترشح لمنصب رئاسة الوزراء متهمة بالكثير من تهم الفساد؟ هل بقيت لهذه الأحزاب أو لأحزاب السلطة والأحزاب الحاكمة أي شرعية بعد سفكها لدماء العراقيين الذين يرفضون وجودها وبقائها في العراق؟ هل هذه هي وسائل الديمقراطية المتبعة من قبل أحزاب السلطة؟ هل لا يزال هناك من يعتقد أن هذه الأحزاب والبرلمانيين والوزراء وكل من شارك في العملية السياسية يمكن أن يدير البلد بالشكل الصحيح؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها إن شاء الله على حضراتكم. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وكذلك عن طريق خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين. فاصل ونعود. نستشهد بس ما نستسلم، تحلب كل عين الدخان والحبوب يهوس فينا والازدقار الشجعان. نستشهد بس ما نستسلم، تحلب كل عين الدخان والحبوب يهوس فينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا تعودنا في البرنامج أن نرصد أهم الأحداث التي حصلت خلال الأسبوع الماضي. طبعا بما أن الموضوع نتحدث به عن الاغتيالات وعن استمرار هذا المسلسل المستهدف به هو المواطن والناشط والإعلامي والصحفي والحقوقي وغيرها، كل الشرائح المشاركة في هذه الثورة، رصدنا لحضراتكم جزء بسيط طبعا من هذه الحالات المتكررة طبعا التي تستهدف الناشطين. لدينا طبعا الناشط ثائر الطيب استشهد في الديوانية محافظة القادسية عن طريق الميليشيات، وكذلك لدينا كانت في هذا الأسبوع محاولة اغتيال الفنان الساخر أوس فاضل في منطقة العرصات ببغداد، ولدينا أيضا إصابة عدد من المتظاهرين طعنا بالسكاكين في محافظة كربلاء، كذلك استشهاد الناشط حسن نعيم عبد المحسن من مدينة العمارة محافظة ميسان، وعلي العصمي من ذي قار كذلك تم اغتياله واستشهد في المحافظة، ولدينا مدني في قضاء أبو غريب تم اغتياله بكاتم سلاح كاتم للصوت. هذه حوادث بسيطة طبعا شهدها هذا الأسبوع، وهناك طبعا الكثير من هذه الحوادث الأخرى، منها عمليات اختطاف ومنها عمليات اعتقال لمدنيين في ساحة الوثبة في بغداد، وكذلك غيرها اعتداءات على متظاهرين ومحاولة اغتيال ومحاولة اختطاف وغيرها. لماذا تستمر هذه السلطة بهذا النظام وبهذه الطريقة في التعامل مع المدنيين؟ إن افترضنا، وطبعا هذا مستبعد، لكن إن افترضنا جدلا أن من يقوم بهذه العمليات هي ميليشيات، أين الدور الحكومي في الحفاظ على أرواح المدنيين؟ ألم تقم الميليشيات بتنفيذ عمليات اغتيال وتنفيذ عمليات خطف وكذلك ترتكب مجازر ضد المدنيين ضد المتظاهرين، وقوات الحكومية واقفة تتفرج، بل هي التي ساهمت بدخول وخروج الميليشيات من وإلى المناطق كما حدث في منطقة السنك، جسر السنك وجراج السنك وهذه الجريمة البشعة التي حدثت هناك. ألم يكن الموضوع أمام أنظار القوات الحكومية؟ إذن هل يمكن القول أن هذه القوات هي واقفة على الحياد؟ طيب الحياد بين من ومن؟ أليس من واجبها ومن القانون ومن المتعارف عليه أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن تأمين البلد وعن حماية أرواح الناس؟ لماذا لم نشاهد هذا الموضوع يطبق على الأرض في العراق؟ هل هذه الأحزاب الآن التي نراها، أحزاب العملية السياسية، البرلمانيون، الوزراء، النواب، لماذا هم مركزون ومهتمون فقط بقضية قانون الانتخابات واختيار شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، مع أنها ليست مطالب المتظاهرين؟ المتظاهر أراد خروج هذه الأحزاب ورحيلها والإتيان
نظام جديد، نظام وطني مستقل بعيد عن التأثر بالتأثيرات الخارجية أو الدول الإقليمية أو التدخل الإيراني أو الأمريكي أو بغض النظر. لماذا تركز هذه الأحزاب على قانون انتخابات عندما أخرجته إلى الشعب وجده الشعب أنه قانون يخدم مصلحة هذه الأحزاب ويزيد من أعداد النواب ويخدم طبعا المنفعة الخاصة والشخصية لكل مرشح، وطبعا هذا المرشح بانتماءاته وغيرها، وحرم الكثير واستهدف شريحة معينة من المجتمع وهاجم الأقليات، وفيه الكثير من العيوب والأخطاء التي من المعيب أن بعد هذه المدة الطويلة يخرج هذا البرلمان محاولا أن يجمل صورته أمام المجتمع بقانون هزيل كهذا. هذه نقطة. النقطة الأخرى قضية التصارع الحزبي على اختيار شخصية رئيس الوزراء، وهناك دماء تسيل في شوارع العراق بمختلف محافظاته التي تشهد ثورة وتشهد مظاهرات. هل التركيز الآن على الكرسي وعلى المنصب أهم وأكثر اهتماما بالنسبة للمسؤولين من حياة المواطن، من أرواح الناس التي خرجت بطريقة سلمية وبشكل سلمي وحوربت بشتى الوسائل، باستهداف إعلامي، باستهداف من مسؤولين، محاولة لتشويه صورة هذه الثورة واتهامها بالباطل والزور بكثير من الاتهامات، والآن هذا المسلسل المستمر، مسلسل الاغتيالات والخطف والقتل، لأن المتظاهر أو الناشط قال كلمة لم تعجب زعيم ميليشيا أو لم تعجب حزبي ربما، ولم ترق لهم هذه الكلمة، كلمة نريد وطن، كلمة إسقاط النظام، هذه الجمل أو هذه الكلمات لم تعجب من في السلطة يبدو من ما نراه الآن، وإلا لما شاهدنا هذا الاستمرار باستهداف المدنيين وقتلهم ومحاولات مستمرة لاغتيالات مستمرة لناشطين كانوا مساهمين بشكل أو بآخر في المظاهرات، ربما بعض منهم كان مساهم في تقديم الإسعافات الأولية ربما أو الدعم الطبي، وهناك من كان مساهم في تقديم الدعم الغذائي، وهناك من كان مساهم في دعم آخر، لم يكونوا يحملوا سلاح، لم يكونوا يشكلوا أي تهديد على هذه السلطة سوى بالكلمة فقط التي خرجوا وهم يقولونها. نتساءل ونستمر، هذه الأحزاب هل بقي لها أي ثقة أو هل بقيت هناك أي ثقة بين الشعب وبين أحزاب السلطة؟ لماذا لا ترى هذه السلطة أو تسمع مطلب الناس ومطلب المتظاهرين الذين خسروا أرواح وخسروا دماء من أجله، وهو نريد وطن والشعب يريد إسقاط النظام، هذه الشعارات التي خرج بها المتظاهرون. من معنا الآن؟ معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. دام فضلك أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله أبو فيصل. الله يحفظك، تحية لك وتحية لقناة الرافدية وتحية الكادر وتحية للشعب العراقي وتحية لساحات المتظاهرين، تحية تقدير واعتزاز بهذا الشعب. نعم. بالنسبة لهذه المهزلة الجديدة أستاذ محمد، بالنسبة لما يسمى مسعد العيدان يعني محافظ البصرة، هذا المجرم الذي قتل أهل البصرة والعراقيين هم يعرفون وتظاهروا قبل يشكلوا، فهذه نعم. مهزلة من مهزلة، وهذه تقرب سقوطهم كامل، وهم عصابة يوثقهم لتدوير السلطة بينهم، ولكن إن شاء الله الشعب العراقي لن يتراجع إلا بسقوطهم كامل وهو مدوي ويقدمون للمحاكم لأنهم كلهم مجرمين وقتلة، فهم لم يراعوا مطلب الشعب لحد الآن، ولكنه هم سوف يقدمون للمحاكم كلهم وقريب إن شاء الله ويعيش العراق. شكرا يا أبو فيصل، كنت معنا من السعودية. مشاهدينا، لدينا بعض المقاطع التي نود أن نشاهدها مع حضراتكم. نبدأ من تشييع الشهيد ثائر الطيب الذي استشهد متأثرا بإصابته بعد محاولة اغتياله بتفجير عبوة على سيارته من قبل الميليشيات في محافظة القادسية، فلنشاهد. طبعا كما قلنا، شهد هذا الأسبوع محاولة اغتيال للفنان الساخر أوس فاضل في منطقة العرصات ببغداد من قبل ميليشيات، أيضا تم إطلاق الرصاص على سيارته ونجا منها سالما من هذه المحاولة. هذه المحاولات المستمرة باستهداف الناشطين الفنانين
خاصة كل من يسخر أو يقوم بأداء عمل معين، إن كنا نتحدث عن شريحة الفنانين، كل من يساهم دعما لهذه الثورة بكلمة بمشهد تمثيلي بغيرها هو مستهدف ومرصود، لأن حرية التعبير وحرية الرأي في العراق هي غير موجودة، وبالتالي أمر طبيعي أن نشاهد هذه المحاولات المستمرة للاغتيال. نتمنى طبعا السلامة للجميع. نشاهد هذا المقطع لمحاولة الاغتيال. قبل 10 دقائق 3 طلقات، هاي وحدة السيارة بس الحمد لله والشكر، هاي 2، هاي 3، خلص من المحاولة الحمد لله والشكر، ومعروف طبعا 2 على دراجة. مشاهدينا الآن معنا سيد أم أزهار. أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحي هذا المنبر العظيم وعامليه. بالنسبة إلى هاي الإصابات الموجودة من 2003 إلى الآن، نعم، هاي هذول السياسيين ما يردون العراق يكون عنده قانون وأكو سلطة وأكو جيش وأكو أكو نظام وأكو، لأن هذا يمس ما في جيوبهم، إنهم إجوا حتى يبوقون ويخربون وقتلون من أجل هذا، إجوا حتى يبنون البلد. ولهذا الاغتيالات متواصلة في بغداد والمحافظات كلها. واللي يقتل هذول المتظاهرين هم اعداء هذول المتظاهرين، لانه يحاربوهم مكانتهم، لان يردون يبقون مكانهم، تهريب الاموال والتوافقات على مشاريع كلها وهميه وفلوس وبوق ونهب. اموال العراق طائله، أموال العراق انسرقت من 2003 إلى اليوم. نفطنا هواية ومباق من زمان، ديبوقون بيهم يلحقون. فهم يعني من سابع، يعني هم يصورون أنه من الصعب أنه هسه ينطوها بسهولة، بسهولة هاي المنصب يزيحون عنه وينطوه إياه بسهولة، وخاصة السياسيين الموجودين كلهم كل واحد عنده عصابات أشكال وألوان، كل أصناف العصابات موجودة في العراق. يعني ليش مبدأ إنه الكرسي أهم وأغلى من أرواح البشر؟ حضرتك تعرفين وتشاهدين بالتلفزيون أكيد وتقرين على الإنترنت من أخبار وتتابعين إنه أحيانا حوادث اغتيال أو قتل، أطلاق رصاص في بعض دول العالم المحيط بنا، تحدث أمور كثيرة، يحدث تصعيد، تقدم حكومة استقالة، يقدم الوزير استقالة أو المحافظ، تحاسب الأجهزة الأمنية، وهناك تكون ضجة إعلامية كبيرة أنه كيف يحدث إطلاق نار في بلدنا. ليش بالعراق إحنا عندنا الأرواح سهل وبسهولة يفقد الإنسان حياته عن طريق بعض الرخاص الثمن أو بعض الميليشيات والمجرمين أو بعض المسؤولين؟ ليش الكرسي عندنا بالعراق أغلى من روح البشر؟ في الخارج اعتيادي العفو، الحيوان يعزونه وعنده كرامة وعنده أكثر من الإنسان، والناس هناك القائد والهذا، إذا أي واحد خطأ هو يجي حاسب نفسه. هاي في الخارج عندهم نظام وعندهم يعرفون شلون يقيدون سلطة ويعرفون شلون يحبون بلدهم ويعرفون شلون يدافعون عن بلدهم. لكن في العراق هم مو جايين يحافظون على العراق، ولا جايين يحفظون الشعب، ولا جايين يردون يبنون الشعب. هم اجوا من طرف امريكا واسرائيل وايران، ايران بالذات تهدم هذا البلد وتبوقه وتهدمه. وعندهم يعني البشر عندهم لا شيء،
يعني هم هسه ما ينظر العفو يعني اسفه انا على ما اقوله المتظاهرين موجودين ما ينظروا لهم هذول بشر مع انهم ما اشرف منهم واطهر منهم واحسن منهم لان يدافعون عن وطن ويدافعون عن كرامه ويدافعون عن شرف. هذول ما عندهم لا غيره ولا شرف ولا اخلاق، جايين لمناصب وجايين لاحتلال وجايين لبوق ونهب وسلب وفقط، اي ضمير ما عندهم، يعدهم ذرة الضمير. ما كان سووا الشباب ويقتلوهم؟ كان انتبهوا لهم شو يردون، ينتبهون لهم يسألوهم شو يردون اذا هم فعلا يردون هذا الشباب ينجح في التظاهرات مالته، لكن هم ما يردون هذا الشيء. هم يردون تخريب هذا البلد وتخريب هذا، هم خربوا ايش بقى بي. بس ان شاء الله ان شاء الله هذول المتظاهرين، هذول الشباب الحلوه اللي طلعت، الشباب اللي وعت من تالي هي اللي راح تحيي العراق، وهي راح تقدمه وهي راح ترفعه، لان صار قدوه صار العراق في العالم. شكرا يا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد. معنا السيد أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. الله يسعدك أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. تحياتي إلى كل الكادر، كل الهلا، القناة هاي الوطنية الشريفة. شكرا لك أستاذ محمد. أحب أحول على رئيس جمهوريتنا اللي هو برهم صالح. بس اريد اوجه له بعض الاسئله. يعني هو يعرف انه قاسم السليماني بالعراق يصول وجوله هو الامر بيده؟ لو ما يعرف، اذا كان يعرف فهو ايضا متعامل معه وعميل الى ايران. واذا ما يعرف معناته انه ما يستحق هذا المنصب ان يكون رئيس جمهوريه. وبالمحصله ايش مستفيد الشعب؟ هو يعني هذا قصدي استاذ محمد. يعني اثنين الشعب سيتاكل بالشارع نايم بعد ثلاث اشهر بالمطر، ونسبة هاي التضحيات كلها والشباب اللي سالت دماءها هاي كلها يتحملها هو وخطيتهم برقبته. ما نقدر نحمل شخص واحد مسؤولية كل المصائب اللي دا تحدث بالعراق، واذا خصينا بالذكر مثلا موضوع اليوم هو الاغتيالات وقتل الناس. ما نقدر نتهم شخص واحد فقط. لا لا استاذ محمد، هو يتحملها لانه هو رئيس جمهوريه، هو متحمل هذا المنصب وعليه ان يتحمل كل الكوارث اللي تصير في العراق. اما ان يستقيل وينطي القرار للشعب هو يتخذ قراره، واما الخطيه تكون برقبته. يعني هذا ما المنطق يقول هالشكل استاذ محمد، يعني لا بكيفي ولا بكيف اي احد. مو احنا النظام عندنا بالعراق يا سيد ابو مالك، وحضرتك تعرف النظام بالعراق انه مو نظام رئاسي حتى هو يكون صاحب السلطات. احنا مو دنبرر لبرهم صالح، لكن القصد انه هو مشارك نعم في هذه السلطة ومشارك وهو يملك المنصب الاعلى، لكن هذا المنصب ليس منصبا قويا تنفيذيا. المنصب التنفيذي بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اللي اختفى خلاص بعد ما قدم استقالة، واحزاب تدير البلد وعدها ميليشيات وبرلمانيين يديرون البلد وعدهم ميليشيات. يعني ما نقدر، يعني مو منطقي حتى انه نحمل شخص واحد بهذه السلطه مسؤوليه الارواح ودمار البلد اللي دي يصير، ونهمل الباقيين اصحاب الاذرع اصحاب الميليشيات اصحاب المال والسلطه. صحيح استاذ محمد، انا وياك بهذا المنطق. بس هو كل زين يعرف هاي الميليشيات وهاي الحكومه وعلى رئيسها رئيس الوزراء تابعين لايران والقرار بيد ايران. فبما انه هو متقبل هذا المنصب كرئيس جمهوريه معناته هو مشاركهم بالعمليه السياسيه. وعليه ان يتنحى من المنصب ويخاطب الشعب يقول لهم يا بتر هاي الحكومه واحده اثنين ثلاثه عميله لايران، وانا ما اقدر اكمل مشواري معهم وتسمحوا لي بالاستقاله في امان الله. هذا المنطق اللي الله يرضى به سبحانه عز وجل. طيب يعني استاذ محمد انا اسال سؤال، يعني هذا الدستور اللي انت يفصلون على مزاجهم في ماده قانونيه تنص على انه نسبه من عوائد النفط للشعب العراقي؟ ما بي
تمام. انا لست قانونيا بصراحه، ما اقدر اقول لك الجواب الصحيح. لا ما بي، انا اقول لك استاذ محمد ما بي، لانه هذا فصلوه على مزاجهم. طيب على مود يرفعون وينزلون ويحيلون ويستقيلون بكيفهم. طيب. على مزاج الكتل السياسيه، فهذا مو قران نزل على صدر العراقيين. اي واحد يقدر يسن قانون جديد، دستور جديد، مكلبي لي بي الماده الدستوريه كذا تنص على كذا والماده الدستوريه تنص على كذا، ادري هو الدستور شنو نزل من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. بما انه كتبت ايادي قدره عميله تابعه لايران، اكو شرفاء يكتبون دستور يفصلوا على ما يريد الشعب ويخدم الشعب ويخدم العراق. وضحت الفكره ابو مالك، اشكرك، كنت معنا من امريكا، شكرا لك. ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. تحيه لك، تحيه لابناء شعبنا ولثوار تشرين، حياك الله، ونسال الله ان شاء الله ان يوفقهم بعد ويطيحوا كل الزمر الفاسده. حقيقه ردا على ابو مالك، انه ماكو فقره بكل اساتذه العالم انه للشعب حصه من النفط، وانما طيب. الشعب يختار حكومه تفوض هذا الشعب يبيع النفط ويقدم خدمات. تمام. شعبنا اختار حكومه يبقون النفط يودون لدول الخارج، فهو يعني اللي انتخب يتحمل المسؤولية. طيب. رئيس الجمهورية حقيقة اليوم طلقوا عدة جهال، وجابوا جهال قعد من النوم تلقى البيت هوسة، قال شكو، قالت له جهالة تتعاركوا ويا جهالي وجهالنا واقفين بيناتهم، فهو خلى وطلع. فاليوم رئيس الجمهورية خلى وطلع، ما قدر يصير موقف الرجل اللي يتخذ القرار وينهي كل شيء. رئيس الجمهورية بيدع اليوم، هو من بالدستور يقول رئيس الجمهورية يكون رئيس الوزراء في حالة خلو منصب رئيس الوزراء، يقدر هو ينحي عادل عبد المهدي ويصير رئيس وزراء. نعم. الفقرة 64 من الدستور شو تقول؟ تقول يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. إذا شغل المنصبين يقدر هو يحل مجلس النواب ويكون رجل ويخلي رئيس وزراء هو يعتمد عليه أنه خلال فترة يغير العراق ويديم. لكن هل هو عند هذا الموقف؟ طبعا لا، هو اختار أنه مثل هذا الرجال صاحب البيت يخليه ويطلع وراح قاعد بسليماني. طيب. هو يدري بقاسم سليماني يدير الدولة، ويدري انه رئيس الوزراء اللي اعتاد يجي اسعد العيداني هو جاي من حزب الدعوه بناء على توصيه خامنئي، لانهم عارفين انه لا احد يقمع التظاهرات حسب راي ايران الا حزب الدعوه، لان سبق ذلك في 2012 2014 2011 وحتى لما تلبصر زمن العبادي، لانهم كلهم مشاركين بقمع التظاهرات. لذلك هو للاسف اختار الهروب، وثبت انه ليس لديه اي شخصيه، مع احترامي لمنصب رئيس الجمهوريه، لكن اتكلم عن شخص انا، لان اليوم اذا شخص يعتلي المناصب يجب ان يكون قد المسؤوليه ورجل بمعنى الكلمه. نعم. فلذلك اليوم استقالته هي دليل على ضعف الدوله. هو لم يستقل بعد طبعا، حتى لن هو لم يستقل قدمها بعد. هو لا، هو لوح بها يعني، هو طرح الموضوع ويعني بنوع صيغ من صيغ التخيير او التهديد خلينا نسميها، انه يا سعد العيداني او انا اروح من المنصب، يعني بهي الطريقه يقول الا روح، يعني عادي عدم الجماعه. يعني هو ما واقفين عليه، يعني هو رئيس الجمهوريه حام الدستور. لا حام الدستور، لا حام الشعب ولا حام نفسه. طيب. فهو روح ثاني عاديه تصير. وانا ما ادخل موقفكم، شكرا جزيلا لكم استاذ محمد. ابو علي انا اشكرك للمشاركه، كنت معنا من واسط. طبعا رغم انه هذا الحدث اليوم هو اللي صار، وقضيه الترويح بتقديم الاستقاله من قبل برهم صالح، لانه يعني هذا الموضوع ايضا حتى يبين اكثر، لانه البرلمان الان وعد بالرد خلال يومين، فننتظر اللي حيصير بعد هذا الموضوع، رغم انه مو ذاك الاهميه بالنسبه للمتظاهر، لكن هو في النهايه حدث يعني قد يكون بقرار معين او بخطوه معينه. ربما هناك من يضع نسبة من الأمل على برهم صالح، ولو هي هذه النسبة أيضا مشكوك بقيمتها، لأنه لم يقدم هذا الشخص شيء للبلد بشكل عام طبعا، ولن يقدم الآن إلا إذا طبعا هناك ظروف معينة تتغير وتجبره على أن ربما يقف إلى جانب الشعب، وطبعا
يعني تحدثنا بهذا الموضوع اليوم في التغطية وكان بها كثير من التفاصيل. عموما نعود إلى موضوع الاغتيالات وهذا المسلسل الذي حقيقة يستهدف أرواح البشر، يستهدف الناشطين والمتظاهرين، وطبعا نربطه بما يحدث في السياسة بالنسبة لأروقة السلطة في المنطقة الخضراء. دعونا نشاهد الآن كاميرا مراقبة وثقت لحظة اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي في محافظة كربلاء، فلنشاهد. دول اللي نزلوا دولك اللي راح يضربوهم. نشاهد أيضا تشييع جثمان الناشط علي نجم اللامي الذي استشهد برصاص الميليشيات بعد عودته من تظاهرات ساحة التحرير في بغداد، فنشاهد. ونتابع مع حضراتكم الآن أيضا مشاهدينا الكرام تشييع الشهيد المتظاهر علي العصمي في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية. شاهدينا معنا السيد ابو شيماء من ديالى، تفضل ابو شيماء. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي سياسه هاي الحكومه من 2003 هي سياسه عن خراب الشعب العراقي. نعم. زين هي سياسه بس مجرد الميزانيه تخصصها للميليشيات وللقتل والتسليل. نعم. زين وللسجون. ما فادوا الشعب العراقي بكل شيء يعني. زين. من ذاك اليوم لهذا اليوم بس مجرد ميزانيتنا يشيلوها ويودونها لايران وميليشياتها وهاي ما مستفادين من هذا الشيء. واللي داعم حقه واللي يدافع عن الشعب العراقي هذا يلزمونه يكتبونه لا يعتقلونه. ترى شوف والله العظيم محافظه دياله اكو ناس هي وحياء شنوها هي وحياء يعني بعد النفس يصعد وينزل بهم لزموهم دفنوهم في سبيل عمود يرضون ايران وشعب ايران. تدري هسه محافظة ديالى او محافظات كلها مثل صلاح الدين ومصر وغيرها no. يعني لا واحد عنده سياره يجون يستعملون الميليشيات يقول له انت لازم تدفع نص مياه. هسه الاعلانات كلهم هسه كلها تسمع صوتي خلي يخابرونك ويشوفون لازم نفسه يدفعون زين للميليشيات زين no. وين اكو؟ وهسه هم جو الناشطين وذول جاي يدافعون عن هذا خطير يقتلوهم زين واكو نفسها يعني ناشطات خطيره اختصبوها مطانا بعرفهم زين. طيب ابو شيماء انا اشكرك كنت معنا من ديالى شكرا لك. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا. هذول الطلاب شنو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نقرا بعض الرسائل التي وردت على خدمه الواتساب التي تقدمها قناه الرافدين.
لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، خطوات التصعيد في ثورة تشرين تستمر من إضراب وقطع للطرق والشوارع وغيرها لإضراب عن الطعام، والقادم مفاجئ في سبيل الخلاص من النظام والأحزاب وإيجاد الوطنيين لحكم العراق بأناس مستقلين بنظام الرئاسي، لن يعود للأحزاب سطوتهم ونفوذهم، البقاء للعراقيين الشرفاء الأحرار، يعيش العراق حرا أبيا شامخا عصيا على ذيول الشر، ودماء الشهداء دماء شهداء تشرين ستلاحق القتلة. يقول: عاشت الثورة تشرين، سيشرق على العراق فجر جمهوري رئاسي لا قبول فيه بالأحزاب. طيب، معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إذا تعطيني مجال أتكلم بس بدون مقاطعة يخليك الله. بعدني ما قاطعتك، تفضل. لا لا يعني أنا ما أتجاوز. تفضل. أكو جماعة يطلعون يقولوا إحنا نريد وطن ووطن ووطن، هسه إحنا ما نريد نقول يابا أنتم بعتوا الوطن وأنتم سلمتوه، أنطيتوه للعجمي الفارسي المجوسي على طبق طيب من الذهب. ما نريد نقول هالكلام هذا. نريد نسكت. المال والحال والأول والتالي سلمتوه لهم. بس هسه أنت تيجي يوم الجمعة تنتظر من واحد فارسي مجوسي أن يصدر قرار بخطبة الجمعة يقول لك سوي فلاشي وسوي فلاشي. لك هاي وين صار يا عالم؟ لك عالم وين صار؟ هاي يا متباهرين وين صار؟ هاي وين صار؟ بس قولوا لي بيا يا بيا بيا دولة صايرة. هاي وين صار؟ أنت تتوقع إيراني يضحي بوطنه من أجلك أنت العربي؟ لا والله لو تطلع 100 نخلة براسك. زين يا العربي الإيراني شريف ما يضحي بوطنه مثل ما انت ضحيت 13 سنة. فانت الباسكم تسمعون كلام هذا الدجال الموجود بالنجف والكربلاء. بلا تجاوز بلا تجاوز بلا تجاوز. والله يا استاذ محمد مو قلت لك الكلام الحق مكروه واكثرهم الحق يكرهون. الحق يقال بلا تجاوز يا ابو عمر، انت رجل فاهم بهذا الشيء. نعم نعم انا وياك. فاحنا اذا ريت تخلص نتخلص بالاساس من دول العجم. العجم هم بنفسهم بصراحة قد أقول الطائفة الشيعية تقول سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ما حنا أعجمي على عربي قط ورب الكعبة. هم يعترفون بهذا وأنا ما أؤمن به. إذا كان زين أنت على شنو لا تضر العجم؟ طيب أبو عمر، حضرتك هسه تسرد لي في موضوع احنا قبلنا أن حضرتك تشارك وتتفضل باللي تريده، لكن الموضوع خارج عن موضوع حلقتنا. احنا اليوم دا نتكلم عن استمرار مسلسل الاغتيالات في العراق، رايك باللي دا يصير وليش السلطه اللي موجوده الان في المنطقه الخضراء ساكته على هاي الارواح اللي دا تزهق وهي تطلع على وسائل الاعلام تقول احنا مع مطالب الناس وهدفنا حمايه الناس، وتقول اكو طرف ثالث، ليش ما يحاربون هذا الطرف؟ ليش ما يلقون القبض عليهم؟ وين قواتهم واجهزتهم الامنيه؟ استاذ محمد هاي مع الطرف الثالث، هاي مثل سالفه البعثيه والوهابيه والارهابيه والدواعش، هاي المسرحيات معقول؟ كانوا يسووها يضحكون براس هذول حسين يدفع لك بها وتصدق بيهم. هاي الطرف الثالث هو نفسه، هو قيس هذا التافه حسين يدفع، هو نفسه يتجاوز يقتل يخطف وعنده عصابات. عمي دوله عميقه صارت، دوله داخل دوله. تعرف شلون السيطره؟ اغتياله اصلا ما قلت لك دوله ما يسلموها هيك على طبق من ذهب او فافون حتى لو سنك، والله ما يشوف جده 13 ما يشوف يسلمون اياه، هذول ما يسلموها الا بحور من الدم يا استاذ محمد. هاي التاريخ يشهد، تاريخ يشهد، انا مو كذاب. هم ارجع عليهم على التاريخ مالهم، شوف كل شيء يقول لك، يقول لك ما سلمها، احنا ما صدقنا وقعت بيدينا، بيجي يسلم لك اياها. هاي وين صار؟ هاي انتم حموش قلع وما ادري شنو. وانا اشكرك صار. شكرا ابو عمر، كنت معنا من السليمانيه، شكرا لك. لدينا ايضا بعض الرسائل الان نود ان نقراها لحضراتكم. يقول احد المشاركين: تتكلم الناس عنها، أي سلطة تتكلم الناس عنها وأي حكومة؟ هناك عصابات من العصائب تحديدا وقسم من الميليشيات الوقحة. العراق يدار من قبل عصابات وليست حكومة، الحكومة هي مجرد شكل أمام العالم،
هكذا يرى أحد المشاركين. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر. أيها الأبطال المتظاهرون، اعلموا أن النصر ساعة، يعني أن الصبر هو الطريق الوحيد إلى النصر. وقد سئل عنتر بن شداد عن كيفية انتصاره بالمعارك، فهو بالأخير بشر يحس بالألم والتعب، وقد كان جوابه أن طلب من السائل أن عض على إصبعي وأنا عض على إصبعك، فكلاهما عض الآخر، وبعد استسلم السائل وانسحب من هذه اللعبة. فقال له عنتر: لو صبرت قليلا، وهذا الدليل على قوله سبحانه وتعالى أن تكونوا تئمون فيه فهم. طيب، حتى لا نقرأ بشكل خاطئ، يقول ممكن النشر، شكرا لك. رسالة تقول: استشهاد مكي تشمير، مواليد 99، من مدينة الحرية، أصيب بقنبلة مسيلة للدموع في رأسه في ساحة الوثبة، العراق ينتفض. الرحمة طبعا لجميع الشهداء الذين يسقطون، ولجميع الناشطين الذين أيضا يستشهدون بهذه الطرق الإجرامية الوحشية عن طريق الاغتيالات وكواتم الصوت وغيرها التي يستهدف بها الناشطون المدنيون وغيرهم المشاركون في هذه المظاهرات. من معنا الآن؟ طيب، لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، تحية طيبة لمقدمي قناة الشعب الأولى. إخواني، أكو ذيول لسليماني داخل الحكومة، ما حد لحد الآن لم يذكرها أحد، وهي عيون سليماني، وهم الضباط الدمج، فهم يمسكون الأمور الاستخباراتية والشؤون الداخلية وكل شيء، وأي منتسب يرفض يطبق الأوامر يسجن ويطرد أو يقتل. يا ريت ما تخصصون حلقة كاملة، يا ريت تخصصون حلقة كاملة على ضباط الدمج. طبعا طالما نتحدث بثورة تشرين، وطالما نتحدث بالمطالب التي يسعى إليها المتظاهرون، وهي إسقاط النظام ورحيل هذه الأحزاب بعد محاسبتها طبعا، وبناء دولة جديدة، إذن كل المشاكل التي يعيشها العراق هي تدخل في دعم هذه الثورة وتأكيدها وتوثيقها أنها فيها أسباب مقنعة، أسباب قوية تدفع الناس إلى الخروج. قضية الضباط الدمج وغيرها من قضايا كثيرة هي تراكمات أدت إلى خروج هذه الثورة بهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذا الشعار المرفوع. من معنا الآن؟ السيد أبو أسماء من الرمادي، تفضل. فقدنا الاتصال، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات. أريان من الأردن تقول: تحياتي أخي محمد، أنا بحكي حكام بغداد متوحشين، قلوبنا معكم. شكرا لك. يقول أحد المشاركين: أخي، يقول بالبداية أستاذ محمد، ضياع العراق بسبب المرجعية. يا أخي، ليش فتوى الحشد أقرت بسرعة؟ لأن بأمر إيراني، وفعل ما فعل الحشد من قتل ونهب وخطف المتظاهرين. ليش ما طلع الآن المرجعية، أو ما طلعت الآن المرجعية، طلعت فتوى لإنقاذ الوطن؟ مكافئة شعب ومهازل وتخلف. يقول: أوشكت المرجعية تنطي فتوى لإنقاذ الوطن، وأكبر القضاء على محاسبة. طيب، لو كانت صادقة مع الله والشعب، مكافي صار 16 سنة، كم جمعة وكم خطبة مرت والبلد إلى مجهول. يقول: ليش ما تنطي فتوى صريحة للقضاء بمحاسبة القتلة والسراق؟ أشو صار 16 سنة، نفس الرسالة مكررة بشكل ثاني. طيب، شكرا لك. من معنا الآن؟ السيدة أم محمد من بغداد، تفضلي. أم محمد، ألو، تفضلي. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا حبيبي، هاي الحكومة سوت لنا كل شيء، ما سويت لنا. أنا عندي اثنين بالسجون السرية، ابني ورجلي، ما أعرف عنهم من ما وين. ناس يقولون عد هذا سليمان، قاسم سليمان، ناس يقولون بالحصوة، ناس يقولون ما أدري وين. هم شنو سوونا يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم؟ حضرتك تعرفين؟ أنا أحكي أكثر شيعية. حضرتك تعرفين موضوع الحلقة اليوم أم محمد؟ عيني. تعرفين حضرتك موضوع الحلقة اليوم؟
لا والله ما عندي في الحلقة شنو اليوم الموضوع على مود الحكومة غير. أم محمد احنا اليوم نتكلم عن موضوع الاغتيالات المستمر، طبعا نتمنى نتمنى السلامة لأولادك. نعم نتمنى السلامة لأولادك وإن شاء الله يخرجون بالسلامة، لكن نتكلم شوية على موضوع الاغتيالات ودم الشباب اللي دي يروح هدر. الاغتيالات من حبيب قلبي الاغتيالات من هم الاغتيالات؟ هم 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 نفسهم الحكومة. نعم. هم نفسهم اللي يغتالون العالم، هم يقولون احنا ما عندنا شو، بس هم اللي يغتالون هذول كل المظاهرين، يغتالوها ويقتلوها ويذبحوها ويعذبوها. نعم. الله ينتقم من عندهم، حسب الله ونحن الوكيل عليهم إن شاء الله. نعم شكرا يا أم محمد. رسالة تقول السلام عليكم، الرحمة على جميع أرواح الشهداء. بارك الله بكم. رسالة أخرى تقول بارك الله بكم أنتم قناة الشعب. ورسالة أخرى تقول برهم صالح قدم استقالته فعلا لا يلوح بها، لم يرد هذا الخبر بعد. ووجود فقرة بالدستور الرئيس فقط يقدم الاستقالة تقبل بدون شروط، هو لم يقدم الاستقالة، هو لوح بتقديم الاستقالة لم تقدم بعد. من معنا له؟ سيد صباح من بغداد، تفضل. كم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة اللي حاليا الموجود بالشارع العراقي ونشوف. نعم. احنا يعني اللي اهمها هو اغتيال الناشطين السياسيين. نعم. وتصفية المتظاهرين البارزين، يعني احنا نشوف احنا اللي يسمون انفسهم قوات حكومية. يعني شلون عبالك جاي تأمن لهم الطريق؟ يجون. نعم. على دراجة او بسيارة ويخطفون، خطفهم بعض النساء والرجال وتم تعذيبهم، والقسم الباقي قتلهم. السيطرات والقوات الأمنية وين من حماية الناس وحماية المتظاهرين السلميين اللي جاي يطلبون بحقوق؟ حقوق كلها مشروعة. هذا يدل على أن الحكومة كوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مثل الأمن الوطني ومخابرات والشؤون والاستخبارات العسكرية وغيرها، كلها وين دورها؟ وين دورها من حماية أرواح الناس؟ يعني اللي طالبوا بحقوق يتم تصفيته على إيد منه؟ على ايد الميليشيات اللي هي اساسا تابعه للاحزاب اللي اسست الحكومه من 2003 ولحد الان. نعم. يعني اللي يقتل هم الاحزاب. يعني احنا. نعم. نعرف كل مثل فتح والبناء وغيرها كلهم عندهم ميليشيات منطويه مع الحشد ويسمون انفسهم مجاهدين. يعني المجاهدين اللي يقولون احنا قاتلنا داعش وغيرها حاليا هسه هم نفسهم اللي شايلين الكواتم. نعم. ويتم تصفية الناشطين السياسيين بعلم الحكومة. وثقوا أعتقد أستاذ حتى لو سيطرة تبعد مترات عن. نعم. أي ميليشيات تقوم قتل وتصفية أي ناشط سياسي، يعني القوات الحكومية والسيطرة ما راح تتدخل، لأن. نعم. احنا نعرف أن الميليشيات وسطوتها هي أعلى من القانون، وهي يعني لابد الجيش يقدر يأثر عليهم ولا يقدر يحاسبهم خوفا على نفسه أو هو من ضمن هاي الميليشيات الطائفية وراضي أن يتم تصفية الناس. نعم. ناشطين سياسيين. نعم. اختطافهم وقتلهم. يعني الميليشيات الطائفية هم أصحاب الكواتم من 2003 ولحد الآن. سيد صباح سؤال، يعني هاي السلطة وهاي الأحزاب اللي حضرتك تفضلت وتقول أنه هي المسؤولة عن عمليات الاغتيال، هاي الأحزاب الآن تسعى جاهدة إلى تنصيب أسعد العيداني إلى منصب رئاسة الوزراء، وأيضا تخرج للعراقيين قانون انتخابات لو ركز فيه المواطن العراقي بشكل دقيق، خاصة بالنسبة للناس اللي توقعوا أن هذا القانون يخدم الثورة، لو ركزوا به لوجدوه يخدم مصالح هذه الأحزاب ووجود هذه الطبقة السياسية. طيب ليش التركيز بالنسبة لهؤلاء فقط على رئيس الوزراء وعلى قانون الانتخابات؟ ونرجع ونقول انه هاي مو مطلب الشعب، مو مطلب الناس، هاي الاجتهادات من في السلطة يتوقعون انه تغيير عادل عبد المهدي حيكون هو حل للأزمة. طيب ليش هذا التركيز على قضية الانتخابات ورئيس الوزراء وبالنهاية الدماء تسيل والشعب اصلا يطالب بغير شيء؟ هاي المحافظة الطائفية اللي تأسست عليها هاي الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ولحد الآن هم يعتاشون على هاي المناصب. يعني كل المناصب، يعني هي محافظة طائفية، يعني منصب رئيس الوزراء احنا نعرفه هو الحزب الدعوة. يعني شلون ما أخذها يعني إله هذا المنصب، إله رئاسة البرلمان معروف إلمن، رئاسة الجمهورية معروفة إلمن. هاي المحافظة اللي وضعها قادة الأحزاب واللي هم
مررهم هذا الدستور الجائر على رقاب كل الأطياف المجتمع العراقي، خلوها مستمرة إن فلان حزب هو إلى فلان منصب، فتشوفهم جاي يتقاتلون على منصب رئيس الوزراء في سبيل يمررون كل الصفقات والمناصب وغيره والسرقات والفساد وعدم محاسبة الفاسدين. يعني حتى هاي المناصب تهيئ لهم يأثرون على القضاء ويأثرون على النزاهة ويأثرون على كل فواصل الدولة في سبيل من خلال هذا الشخص أسعد العيداني اللي هو أساسا مجرم. احنا نعرف مظاهرات 2015 بالبصرة ان قتل واستشهدهم 25 شخص من اهلنا بالبصرة جنوب العراق على ايد هو نفس المحافظ اسعد العيداني. ونعرف لا اسعد العيداني المن هو ذيل من ذيول ايران، فليش يأكدون على هاي الشخصيات اللي كلها من حزب الدعوة قصي السهيل وغيره، لان بعدهم مصرين على ان حزب الدعوة هو هذا المنصب له ويقول لك احنا خلصناكم من نظام صدام الله يرحمه وغيره. فهم ما يهمهم هاي المظاهرات ومطالب الشعب ويقول لك احنا نريد شخص مستقل. انتوا احزاب ابقوا باحزابكم، اما المناصب والسياسه عفوها لاهلها، عفوها الغير غير غير فئه مستقلين يمثلون الشعب بالمرحله القادمه، لان احنا صرنا الجمهوريه العراقيه صارت مضحكه وضحوكه وبلا كرامه وبلا سياده كافيات. يعني شكرا لك يا صباح، وضحت الفكره، اشكرك، كنت معنا من بغداد. لدينا رساله تقول: السلام عليكم، الحل الوحيد هو إسقاط العملية الفاسدة وتشكيل حكومة مؤقتة وإن شاء الله ساعين بعون الله. رسالة تقول: برهم صالح، حال الباقين كلهم خونة، إلهم يوم إن شاء الله ابن البصرة. ورسالة أخرى لدينا تقول: السلام عليكم، الكل يتساءل من هو الرئيس الجديد، هل هو من ساحات التظاهرات؟ هذا ما يريده المتظاهرون وهذا هو الهدف، أن يكون رئيس جمهورية أو رئيس وزراء يخرج من رحم هذه الثورة ويخرج من كفاءات العراق المستقلين الذين لم ينضموا إلى أي حزب ولم يتأثروا ولن يتأثروا بهذه الأحزاب وفسادها. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.